نشرة الأخبار مشاهدينا، أهلا بكم. بداية، خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاثنين رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية. رئيسة جمهورية الهند وبعد تحية العلم الوطني استعرضت تشكيلة من الحرس الجمهوري، أدت لها التحية الشرفية لتصافح بعدها رئيس الجمهورية. في النشاط الرئاسي دائما وعقب الاستقبال، أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون محادثات على انفراد مع رئيسة جمهورية الهند بمقر رئاسة الجمهورية. وبعدها ترأس الرئيسان عبد المجيد تبون ونظيرته الهندية دروبادي مورمو محادثات موسعة شملت الوفدين الجزائري والهندي. وفي تصريح صحفي مشترك عقب المحادثات، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجود تطابق في وجهات النظر بين الجزائر والهند بخصوص العديد من الملفات الإقليمية والدولية الراهنة، مع الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة للمساهمة في استتباب السلم والأمن الدوليين. أول ومعمق أملته الظروف الخاصة والاستثنائية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي. تطرقنا إلى ملفات عديدة، منها ملف الشرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته، لا سيما الاعتداء على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان ومن جرى عن ذلك من تبعات إنسانية كارثية وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم. وبهذا الخصوص اتفقنا على تكثيف التنسيق والتشاور، وجددنا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود جوان 67. من جهة أخرى، أبرز رئيس الجمهورية أنه تم الاتفاق مع نظيرته الهندية على متابعة مخرجات مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء الغربية مبدئيا، فيما يخص مستجدات الساحل على ضوء الأوضاع المقلقة السائدة، والحرص على مواصلة دعم جهود السلم والأمن والتنمية في المنطقة لمساعدة الدول المعنية على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والبيئية التي تواجهها. اتفقنا على أن نتابع معا مخرجات مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء الغربية وفيما يخص المستجدات في الساحل على ضوء الأوضاع المقلقة السائدة فيها، وأبدينا حرصنا على مواصلة دعم
جهود السلم والأمن والتنمية في المنطقة لمساعدة الدول المعنية على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والبيئية التي تواجهها. وبخصوص العلاقات الثنائية، أوضح الرئيس تبون أنه تم الاتفاق على ترقية مستوى التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، وسيتم في أقرب وقت التحضير لعقد دورة لكل من اللجنة المشتركة للتعاون وآلية التشاور السياسي، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية. على ترقية على المستوى الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، وفي هذا السياق سيتم في أقرب وقت البدء في التحضير إلى عقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة المشتركة للتعاون وآلية التشاور السياسي، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية طبعا، لا سيما من خلال لقاء رجال الأعمال من البلدين وتعزيز أطر التعاون بإثراء الإطار القانوني والتنسيق والتشاور. وخلص رئيس الجمهورية إلى التأكيد بأن البلدين سيسترجعان تشاورهما مثلما كان عليه الأمر سابقا، باعتبارهما دولتين فاعلتين في حركة عدم الانحياز. أرحب بها في زيارتها إلى الجزائر، ولأول مرة تستقبل الجزائر رئيسا للهند. سبق وأن استقبلنا الوزراء الأولين، اغتنمنا الفرصة هذه تواجد فخامة الرئيسة دروبادي مورمو، أجرينا مباحثات مكثفة تناولنا خلالها التعاون الثنائي وآفاق تطويره من جهة، وتطرقنا من جهة أخرى إلى قضايا إقليمية ودولية راهنة. ربما مررنا بمرحلة فتور، ولكن سنسترجع تشاور مثل ما كان بيننا كدولتين فاعلتين في حركة عدم الانحياز. من جهتها، وصفت الرئيسة الهندية دروبادي مورمو زيارتها إلى الجزائر بالتاريخية. إنه لشرف كبير لي أن أقوم بهذه الزيارة الأولى إلى الجزائر. هذه الزيارة الأولى مميزة للغاية، وتأتي بالتزامن مع بداية العهدة الثانية للرئيس تبون. يرافقني الكاتب الخاص وأعضاء في البرلمان، كما يرافقني وفد من رجال الأعمال. إنه يوم تاريخي في العلاقات بين البلدين. أهنئ الرئيس تبون على إعادة انتخابه. رؤيته للجزائر المنفتحة حقا رائعة. وفي الختام، حيت رئيسة الهند التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بترقية التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكدة أن منتدى رجال الأعمال الذي يجمع البلدين سيسمح بتقييم المشاريع المشتركة وتحديد عدة مبادرات لإعادة تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري. الجزائر يجمعهما تاريخ مشترك من النضال ضد الاستعمار. لدينا الطموح لتحقيق الرخاء لشعبينا. اليوم أجريت محادثات واسعة مع الرئيس تبون. أود أن أطمئن السيد الرئيس بأننا ملتزمون برفع علاقاتنا إلى مستوى عال للغاية مع التركيز على الاستثمار. أتيحت لي الفرصة للتعبير عن التزام الهند تجاه إفريقيا.
المنتدى الاقتصادي المقرر اليوم سيقوم بمراجعة مشاريعنا المشتركة، وسيحدد عدة مبادرات لتوجيه تعاوننا الاقتصادي والتجاري نحو مسار جديد. أشكر الرئيس تبون على قيادته واهتمامه الشخصي ودعمه للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. إلى موضوع آخر، أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الاثنين بولاية وهران أن الجزائر تخطط لتنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028، تشمل خصوصا تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات. وأوضح الوزير خلال كلمته في افتتاح الطبعة 12 لمعرض ومؤتمر إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين ناباك 2024 أن الجزائر تخطط إلى تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028، تشمل خاصة مشاريع تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات الذي يتطلب دعم تكنولوجي وفني وفقا لمختلف الشراكات والصيغة التعاقدية من خلال قانون المحروقات الذي يسمح بما يتضمنه من امتيازات وتحفيزات هامة باستقطاب المتعاملين الدوليين للاستثمار في القطاع. التغطية لبايع قابو. تخطط الجزائر إلى تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة الممتدة ما بين 2024-2028، تشمل خاصة مشاريع لمختلف الشراكات والصيغ التعاقدية من خلال قانون المحروقات الذي يسمح بما يتضمنه من امتيازات وتحفيزات هامة في استقطاب المتعاملين الدوليين للاستثمار في قطاع الطاقة. ومن هذا المنطلق سوف تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفط بإعلان مناقصة أولى Algerian Bid Round 2024 في إطار قانون المحروقات الجديد، والتي تمثل خطوة مهمة في جذب الاستثمارات والمتعاملين الأجانب في تطوير قطاع المحروقات. كما أشار وزير الطاقة والمناجم إلى أن الشروع في انتهاج سياسة الانتقال الطاقوي لا يعني التخلي عن الوقود الأحفوري، خاصة الغاز الطبيعي الذي هو بمثابة الوقود الذي يسمح بمواكبة الانتقال الطاقوي العالمي. إن الشروع في انتهاج سياسة الانتقال الطاقوي لا يعني التخلي عن الوقود الأحفورية، خاصة الغاز الطبيعي الذي هو بمثابة الوقود الذي يسمح بمواكبة الانتقال الطاقوي العالمي، إذ يعتبر الغاز موردا أساسيا للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم، وكواحد من أنجع الحلول وأكثرها عملية وأقل تكلفة، وهو يحتل مكانة بارزة في خرائط الطريق للعديد من البلدان للانتقال إلى نظم طاقوية نظيفة. وأكد محمد عرقاب أن الجزائر تهدف إلى أن تصبح مركزا رئيسيا للطاقة على المستوى الإقليمي ومفترق طرق لتبادل الطاقة بفضل العديد من المشاريع العملاقة الطموحة، على غرار المشروع الضخم لربط شبكة كهرباء الجنوب الكبير بالشبكة الشمالية باستثمار يتجاوز 3 مليار دولار. تهدف الجزائر إلى أن تصبح مركزا رئيسيا للطاقة على مستوى الإقليمي ومفترق الطرق لتبادل الطاقة بفضل العديد من المشاريع العملاقة الطموحة. سيكون المشروع الضخم لربط شبكة الكهرباء جنوب الكبير بالشبكة الشمالية حافزا كبيرا للتكامل الهائل للطاقات المتجددة باستثمار يتجاوز 3 مليار دولار، وستعمل هذه الشبكة على تعزيز إمدادات الكهرباء المحلية وفتح آفاق إلى تصدير لأوروبا، مع إنشاء طرق جديدة لتزويد البلدان المجاورة والمرور إلى أعماق إفريقيا.
وعلى هامش انعقاد الطبعة 12 لمعرض ومؤتمر افريقيا حول او حوض البحر الابيض المتوسط للطاقة والهيدروجين بولاية وهران، قام كل من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وسفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى الجزائر اليزابيث مور اوبن بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال العمل المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وبموجب مذكرة التفاهم سيسعى الجانبان إلى تعزيز وترقية التعاون في مجال العمل المناخي وخفض انبعاثات غاز الميثان، وهذا من خلال دعم الجهود الرامية لتحديد مصادر انبعاثات غازات الدفيئة والحد منها من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية. كما أن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات حول الممارسات الرائدة والتطبيقات التكنولوجية المتعلقة بالجوانب الفنية والتنظيمية والقانونية لقياس وكشف وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ولا سيما غاز الميثان، من أجل تحقيق هدف الحد من انبعاثات غاز الميثان في الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل بشكل مشترك لتعزيز التعاون بين الوكالات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمراكز العلمية والبحثية وممثلي القطاع العام والشركات الوطنية في البلدين. ومن وهران تنضم معي بايع عقابة للحديث عن مجريات انعقاد الطبعة 12 لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والهيدروجين. أهلا بك بايع، وأكثر تفاصيل. أهلا بك، أهلا بكل مشاهدي قناة الحياة. إذن متواجدون الآن بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بولاية وهران لنضمن لكم تغطية افتتاح الطبعة 12 لمعرض ومؤتمر إفريقيا والبحر المتوسط للطاقة والهيدروجين نابيك، حيث تنعقد هذه الطبعة تحت شعار موازنة المحروقات والطاقات النظيفة نحو مزيج طاقوي فعال. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا المعرض يحضر معي السيد عبد الرزاق المابعدة، مسؤول تجاري لمؤسسة عارضة بمعرض نابيك. أهلا بك سيدي. الله يسلمك، شكرا للاستضافة. لو تحدثنا عن حضوركم اليوم في هذا المعرض، ولو تحدثنا أيضا عن يعني منتجاتكم الذي أنتم حاضرين بها اليوم. هذا مش أول حضور. شركة مجمع بترو باراكا يساهم في هذا المعرض منذ 2017. المجمع تاع بترو باراكا راهو مختص في تصنيع الزيوت، يعني مزلقات تاع السيارات، شحوم سوائل تبريد، وكذلك راهو مختص في تخزين وتوزيع كل انواع الوقود. المجمع تاعنا والشركة تاعنا بترو باراكا، العلامة تاع بترو باراكا، تقوم بتصنيع اكثر من 120 ريفيرونس، منها زيوت يعني مينيرال معدنية حتى زيوت تخليقية زيوت سينتيتيك، يعني توت لا غام في السيارات الخفيفة سيارات ثقيلة. خاصة مؤخرا اطلقنا العديد من المنتوجات الجديدة، منها لا 020 لا 030 في جميع الاحجام، يعني 5 لتر وال 1 لتر. المشاركة هذه مكنتنا ان نتقربوا من لي برودكتور لي زيكسبلواتاسيون تاع البترول، منها العديد من الماركات. مثلا عندنا سوناتراك وين نقوم بشراء من عندهم الزيت القاعديه غرات ان مثلا، اللي تمكننا من توفير مثلا لوكو تاع النقل، نقص الثمن تاع النقل لاننا راح نشروه مباشره هنا على سوناتراك. فيما يخص المجمع نتاعنا كامل في 2500 عاملة، 100% جزائرية باش نعرفوا، هذه بطريقة مباشرة. بطريقة غير مباشرة عندنا أيضا عندنا الموزعين الرسميين اللي هما كذلك عندهم 100 عاملة راهم مخصصينها لتوزيع زيوت بترو باراكا. نعم سيدي، بالحديث عن الزيوت وعن منتوجاتكم، هل نستطيع القول أن منتوجاتكم ترقى بمعايير عالمية؟ ولو نتحدث عن الإنتاج أيضا، هل نستطيع القول أن إنتاجكم يستطيع أن يغطي كل الاحتياجات السوق الجزائرية؟ فيما يخص الانتاج ما نقولوش احنا راح نغطيو كامل السوق الجزائريه لانه هذا يسمى احتكار، ولكن لابد من الاشاره ان هناك 11 مصنع مخصص لتصنيع زيوت المزلقات الخاصه بالسيارات والشاحنات او حتى الاندستريال، يعني
كامل هذه الشركات راه متخصصين في التصنيع، ولكن بترو باراكا تقوم بتصنيع كل كامل لاغام، يعني من الزيوت، سوائل تبريد، الشحوم، وخاصة الشركة الوحيدة في الجزائر اللي تصنع الاد بلو. السؤال اللي قبله، نتكلم يعني عن منتوجاتكم، هل ترقى بمعايير عالمية مطلوبة؟ طبعا بالنسبة للمعايير راني كما شاهدتم قبيل عندنا لي زومولوغاسيون، يعني موافقات من عند كبار الماركات، منها مرسيدس، منها فولكسفاغن. طبعا راكي شفتي انت على كل حال تما باش تعرفي واش كاين الماركات هذه كيفاش يعطوك المصادقه. يعني احنا نقوم بتصنيع الزيت تاعنا على حسب معايير، كما مثلا اسيا سي اون ريفيرونس امريكا، والابي مثلا سي امريكان بتروليوم انستيتيوت، يعطوك معايير انت، احنا نقوم بتصنيع هذيك الزيت ومن بعد نديروا لي تيست مع ماركات عالميه تاع السيارات اللي هما بار لا سويت كي يجربوا هذيك الزيت يعطونا سوا الموافقه سوا الرفض. واليوم نجمو نقولوا على احنا عندنا الموافقات وراهي تتماشى مع العلامات العالميه كما بلا بدون ذكر الاسماء. وهناك عامل اخر اللي لابد ناخذه من الاعتبار، السعر. نعم، اصلا كان يعني السؤال الاخير اللي كنت راح نوجهه لك هو السعر، بما انه يعني ربما في الاونه الاخيره سعر زيوت سيارات الى غير ذلك لقيت يعني ارتفاع كبير، لو نتحدثوا عن السعر خاصه انه الماركه محليه. هي من ناحيه السعر كاين بزاف ناس يقول لك لا ماركه محليه لابد ان تكون رخيصه بزاف على الماركه المستورده، وهذا خطا، لانه لازم يعرفوا العوامل اللي داخله في التصنيع تاع الزيوت هذه. مثلا نهضروا على الزيوت ويجب ياخذوا على الاعتبار اي منتوج اخر. دوك كي نشوفوا الزيوت، احنا كاين لي زاديتيف ولا سيرتان ماتير مواد اوليه نشروهم عالميا، ثم ما نشروهمش غير هنا في الجزائر، هنا في الجزائر نشرو على صون الدراك بعض المواد الاوليه، ولكن الاضافات اتسيترا نشروهم بالعمله الصعبه. هذه اولا. ثانيا عندك النقل، ثالثا عندك وش صاري في العالم، مثلا البحر الاحمر مغلوق ما كاش كيفاش يفوت السفن، لابد علينا نزيدوا نخلصوا النقل اكثر باش يفوت على جنوب افريقيا، هذا راح يطلع في البري، ولكن ما راحش يكون بنفس البري طبعا، باسكو اليد العامله جزائريه، برودوي لوكال هنايا في الجزائر، راح يكون على الاقل بين 50 و30% اقل سعر على المنتوجات المستورده. جيد، شكرا لكم سيدي على هذه التفاصيل. اذا يعني نستطيع القول ان الجزائر اليوم تحقق او تحقق جزء، يعني ليس جزء، تحقق الجزائر اليوم الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقات بفعل مؤسستها النشطة على السوق المحلية دعما من الحكومة الجزائرية لهذه الفئة أيضا. هذا كل ما لدينا لحد الساعة، العودة إلى الاستوديو. شكرا لك بايع عقاب على كل هذه التفاصيل. إلى موضوع آخر مشاهدين، ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية اجتماع اللجنة التقنية متعددة القطاعات المكلفة بمرافقة تجسيد المشروع المتكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات بولاية تيميمون بشراكة بين شركة إيطالية والصندوق الوطني للاستثمار على مساحة تقدر ب 36,000 هكتار. وتم خلال هذا الاجتماع دراسة كل التسهيلات الضرورية لانطلاق المشروع خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 بتخصيص مساحة 3000 هكتار لإنتاج القمح الصلب و6000 هكتار لزراعة البقوليات ابتداء من أبريل 2025. وحسب البيان فإن التسهيلات تتعلق بتوفير الطاقة الكهربائية، إنجاز المنشآت القاعدية كالطرقات المؤدية إلى محيط الاستثمار وشبكة الألياف البصرية، بالإضافة إلى إنجاز الآبار الارتوازية وجمركة السلع والخدمات وتسهيلات إدارية وتقنية أخرى. استقبل رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل الاثنين بمقر المجلس القيادي في حماس موسى أبو مرزوق رئيس مكتب العلاقات الدولية بالحركة والوفد المرافق له. وعلى هامش اللقاء أكد أبو مرزوق الدور البارز الذي تطلع به الجزائر في الدفاع عن القضية الفلسطينية محليا وقاريا ودوليا،
معبرا عن تقدير الفلسطينيين شعبا وقيادة للدعم الكبير الذي تقدمه الجزائر لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وجهودها المتواصلة من أجل وقف سفك الدماء وإيقاف إبادته وتهجيره وتجويعه وتجيين مقاومته. التغطية لمحمد فطس. متوافقين تماما بأن مستقبل فلسطين هي مع شعبها، مع نضالها، مع ثورتها، وبالتالي كان من أهم النقاط كيف تنتصر فلسطين، وكان العامل الأول لانتصار فلسطين ما تفضله السيد الرئيس بأنه لا بد من وحدة الشعب الفلسطيني، وهذا ما تكلمنا فيه. ولكن وحدة الشعب الفلسطيني على أساس مشروع وعلى أساس ثورة وعلى أساس حقوق الشعب الفلسطيني حتى ينال استقلاله وينال حريته وتقوم الدولة الفلسطينية، كما تحدثنا كثيرا عن دور الجزائر المشكور في الأمم المتحدة. ونحن اليوم أمام مأساة في شمال فلسطين، قضيتين أساسيتين، قضية لها علاقة بالمستقبل والعلاقة بوحدة الشعب الفلسطيني والاستمرار بنضاله وكفاحه، وأمور عاجلة من أجل إغاثة شعبنا. بالتأكيد تحدثنا عن ذلك، وإن شاء الله الجزائر ستتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، وهي عودتنا ذلك منذ أمد بعيد بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه شعبنا الفلسطيني. نتكلم عن البشائر وليس المعوق. إلى موضوع آخر، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2024-2025. وحسب بيان وزارة التربية فإن عطلة الخريف لجميع المناطق ستنطلق من مساء يوم الثلاثاء 29 أكتوبر إلى يوم الأحد 3 نوفمبر، عطلة الشتاء من مساء يوم الخميس 19 ديسمبر إلى يوم الأحد 5 جانفي 2025، عطلة الربيع من يوم الخميس 20 مارس إلى يوم الأحد 6 أفريل 2025، عطلة الصيف بالنسبة للأساتذة ابتداء من مساء يوم الخميس 10 جويلية، وبالنسبة للإداريين بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ. أمنية تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بتلمسان نهاية الأسبوع الماضي من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب المخدرات مع توقيف شخصين من عناصرها وضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج. العملية جاءت على إثر تحريات باشرها محققو المصلحة حول نوايا إجرامية لتمرير شحنة معتبرة من المخدرات قادما من المغرب، حيث أفضت الأبحاث العملياتية إلى رصد تحركات مشبوهة لشخصين وتوقيفهما على متن مركبة سياحية بمدينة عين الصفراء بولاية عامة، أين تم ضبط 109 كيلوغرام من المخدرات كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة. هذا وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء بولاية عامة عن جنايات التهريب، تبييض الأموال، المتاجرة بالمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. تزامنا مع فعاليات شهر أكتوبر الوردي، أطلقت الجوية الجزائرية ولأول مرة حملة تحسيسية واسعة للكشف المبكر عن سرطان الثدي لفائدة مسافراتها لإحدى الوجهات الوطنية. التقرير لميليسا حميسي. بهدف تعزيز ثقافة الوقاية من سرطان الثدي، أطلقت الجوية الجزائرية حملة تحسيسية واسعة للكشف السريع عن هذا المرض منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري بشكل مجاني لفائدة مسافراتها. تمس المسافرات على متن الخطوط الجوية الجزائرية والمسافرين على الخطوط الداخلية اللواتي يفوق سنهم 40 وما فوق. العملية سارية المفعول ابتداء من أكتوبر 2024 وصلاحيتها تنتهي إلى 31 ديسمبر 2024. كل العيادات معينة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية، وهذا الديبيستاج يعني سيكون مجانيا. وهذا أكتوبر غوز، الكشف المبكر على سرطان الثدي. مبادرة لاقت استحسان المسافرات الجزائريات معبرين عن عزمهن التام للقيام بالتشخيص المبكر لسرطان الثدي والاستفادة من هذه الفرصة التي من شأنها زيادة فرص الوقاية والتقليل من مضاعفات المرض.
هذه مبادرة رائعة خصوصا من الخطوط الجوية الجزائرية. franchement c'est vraiment quelque chose qui est bien et je dis à toutes les femmes il faut qu'ils fassent. التشخيص في الحقن المبكر لمرض السرطان الثدي هو لازم كل النساء يعملوه في سن معين. هي حملات تحسيسية وتوعوية تقوم بها مختلف الجهات بغية دعم الصحة العمومية والمساهمة في الحد من هذا المرض الخبيث الذي أصبح اليوم يهدد العديد من النساء. وبمناسبة الشهر الوردي العالمي لسرطان الثدي، نظمت جمعية الرحمة لمساعدة مرضى السرطان لولاية بومرداس وبالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان يوم تحسيسي ودراسي حول سرطان الثدي. وصرح زكيري هشام مدير الصحة لولاية بومرداس أن وزارة الصحة وعلى رأسها مديرية الوقاية من مرض السرطان أو سرطان الثدي دقت ناقوس الخطر بالنسبة لهذا المرض، مؤكدا أن أول مكافحة تبدأ بالوقاية والتحسيس. التغطية لصبر الحاجي. وزارة الصحة وعلى رأسها يعني مديرية الوقاية يعني تضرب ناقوس الخطر بالنسبة لهذا المرض، ونعمل سويا مع جميع المسؤولين سواء كان إداريين أو أطباء أو ديزانفيرمي دونك دي باراميديكو على مكافحة هذا السرطان. وأول مكافحة تبدأ عن طريق الوقاية والتحسيس. بدينا بفحوصات المجانية، عندنا أطباء مختصين في هذا المجال يتنقلوا معنا، نروحوا للمناطق الظل المناطق النائية ونديروا الفحوصات المجانية لجميع النساء، وحنا نقولوا نحسوا هذا النساء من هذا الداء باسكو السرطان الثدي راهو شكاني راهو في الازدياد، اللي رانا وصلنا يعني ل 14000 نوفو كا، يعني شكاني كل عام عنده الازدياد. وأوضح رئيس مصلحة الجراحة بمستشفى القبة أنه تم تسجيل 14000 حالة إصابة بسرطان الثدي لهذه السنة بمتوسط عمر 48 سنة. الإحصائيات اللي راهي تقدم هي 14000 حالة في هذا العام، والعمر شكون أبيل لاج ميديان هي العمر الأوسط هي جينيرالمون 48 سنة، وعندنا حوالي 20% أقل من 35 سنة. لو ديبيستاج اللي هو الكشف المبكر اللي نحاولوا نقولوا لكاع النساء باش يروحوا يديروه بداء من العمر تاع 40 عام. ولقت هذه الحملة التحسيسية استحسان النساء الحاضرات لما لها من ضرورة في توعية والتعلم لحد من أخطار هذا المرض وضرورة الكشف المبكر عنه. أنا كامرأة، أولا كامرأة كأم كأخت، ننصح جميع النساء المكيثات في البيت يتوعاو ويروحوا يديروا الفحص المبكر، لأنه الفحص المبكر هو سبب باش ينقص هذا المرض اللي راه منتشر بزاف، ويقدروا ينقذوا حياتهم من أجل أولادهم وأجل حياتهم باش يكملوا حياتهم. وهذا الفحص ماشي عيب، كاين ناس بزاف يقولوا هذا عيب ومن كاين يحشموا كاين، ماشي عيب باش يكونوا، وان شاء الله الصحه تكون للجميع ان شاء الله. صحيا دائما، نظمت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت شعار علم الأحياء الطبي في علم الأورام، أين شكل اللقاء فرصة لمناقشة مواضيع عديدة أهمها التقنيات الجديدة في التشخيص الطبي وكذا تأثير التقدم التكنولوجي على علاج السرطان. المزيد في التقرير لعبد الرزق كرنوك. التطور التكنولوجي يعزز قدرات مخابر التحليل الطبية على تأدية عملها، ويسهم في ترقية وتطوير البيولوجيا الطبية، ومنه التكفل الأحسن بالمرضى. فالكشف المبكر يعطي فرص علاج أكبر، ما يبرز أهمية مخابر التحليل. إلقاء الضوء على المستجدات والتقنيات الجديدة في مجال البيولوجيا الطبية، مجتمعين اليوم من أجل هدف واحد اللي هو الارتقاء بممارسة المهنة التحاليل الطبية والحفاظ عليها
في الشق العلمي اخترنا ان يكون دور المخبر تحليل طبيه في علاج والكشف عن مرضى السرطان لتكفل الامثل بهذه الشريحه. ايضا هناك عده مواضيع لمسايره التطورات مثل الذكاء الاصطناعي ودوره في مخبر التحاليل الطبيه، ايضا بعض الامراض التي تشكل مشكل صحه عمومي. تنظيم ملتقيات ومؤتمرات خاصه لمخابر التحليل وللخبراء والفاعلين في مجال الصحه يمثل فرصة لتسليط الضوء على التقنيات الجديدة المستخدمة وعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، بالإضافة لكونه فرصة للنقاش وإبراز التحديات الأخلاقية والتنظيمية للمجال. 70% من الدياغنوستيكس هي اللابوغاتوار، سي فغي هاد لا كلينيك، يعني الأخصائيين يقدروا يشخصوا المرض من ساعة التشخيص الحقيقي يكون عبر المخابر. يعني هاد الأيام العلمية يعني راح تعطي لزينوفاسيون، يعني الحاجات الجديده اللي كاين في هذا الميدان. مشاركتنا اليوم في هذا السلام دايز هو لتقديم اخر ما تطورت اليه التكنولوجيا، خدمه جديده لنوفر لتحسين الصحه في الجزائر وتحسين الكشف الطبي. تلعب مخابر التحليل الطبي دورا مهما للغاية، بحيث ترتكز القرارات العيادية على التحاليل الطبية بنسبة 70%، ما يمكن من التشخيص الدقيق وبالتالي زيادة فرص العلاج، بالخصوص من أمراض العصر المستعصية التي تشكل تحديات في مجال الصحة العامة. نختم برياضة. أهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس إفريقيا 2025 بعد تحقيق العلامة الكاملة في 4 جولات متتالية من التصنيفات والتصفيات، ويتصدر أشبال المدرب بيتكوفيتش المجموعة الخامسة برصيد 12 بعد 4 انتصارات توالية. هذا وتفوق الخضر على منتخب التوغو بهدف 0 مساء الاثنين بملعب كيغي بالعاصمة اللومي لحساب الجولة 4 من تصفيات الكان. وافتتح محاربو الصحراء باب التهديف في الدقيقة 19 من ركلة جزاء نفذها رامي بن سبعيني الذي سجل الهدف 9 له منذ التحاقه بالمنتخب الوطني في 2017. نهاية النشرة مشاهدينا، في أمان الله.